شو رأيك تسكن عندي المرة في الغرفة أثنان؟ لك كيف؟ ليش تسكن هنا يا حبيبي؟ روح على الدار اللي خلفك. ليش تسكن هنا؟ الدار اللي خلفك أنا؟ ها ليش؟ في أولاد صغار حبيبي، في 50 نفر في الدار هذه، بدك تضلك طالع نازل بزبطش، في ناس بتاخذ راحتها، مزبوط ولا لا؟ حسين زكوت مخيم العروب، ابني طفل 14 سنة، اعتقل الخميس الماضي من مخيم العروب، كان متوجه سوبر ماركت يشتري حاجيات بعد الإفطار ومروع على المنزل. أنا الجيش 24 ساعة عندي في المنزل، ساكنين عندي باعتبار، فبعرفش الولد إنه كان عاملين كمين في, في 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 نفس الساعة اللي طلع فيها الولد، وراجع لقى الجيش في البيت عندي في المنزل وهجموا عليه، صار طخ رصاص حي من حواليه ورصاص مطاطي وقنابل صوت وغاز، أربكوا الولد ومسكوا الولد من خناقه وطاحوا فيه كتل على أساس إنه قال أنت بتراجم إحجار، وصار يدقوا في راسه في الحيط بالبواريد على راسه وفي الأرض، واعتقلوه والولد يصيح وينادي يما ويابا. لو انه اسير اسرائيلي لكل العالم ضجت علشانه، لو انه اسير اسرائيلي لكل العالم والمؤسسات الحقوقية ضجت علشانه، بس لانه اسير فلسطيني ولانه اسير من الناس اللي بياكل زفت والناس اللي متهجرة والناس اللي بتعاني اهلها واسرتها يوميا، الجيش ساكنين عندهم ما حداش سأل عنه. هذا أسير لما تأخذه انت من حضن اهلته واسرته اللي يوميا بيعانوا، اللي شهر رمضان الفضيل تأخذه من بين اللم من بين عائلته ومن بين الجمعه، واللي بتاخذه احنا في ايام العشر الاواخر من رمضان داخلين على اعياد، اللي الولد قاعد بيحلم في العيد كيف بده عيد، كيف شو بده يشتري، شو بده يلبس. هذا الطفل هيك تفكيره. طبعا احنا مقيدين في الدار 24 ساعه الجيش عندنا، طبعا لا بنعرف نطلع، لا بنعرف نروح نشتري، يعني قاعد ما بنعرفش نقعد، دائما مسكرين شبابيك عشان نضل نشم غاز، طبعا دائما بالرصاص في دارنا لانه نقطه عايشين بجبال نقطه عسكريه، طبعا حياتنا زفت هنا، بس شو نحكي الحمد لله رب العالمين على كل شيء. كتجربه اعتقالي لما يجوا على الدار طبعا بيجوش بطريقه حلوه، اسلوب همجي تكسير، بيدخلوا والله بدهم واحد عمره 15 سنه بخذوه بيسالوش، طبعا الواحد يعني حتى باب بيته هان انه يطلع يقعد عليه بقدرش، انه 24 ساعه خصوصيه فيش إنا الجيش فيك تحكي يعني زي كانوا عايشين معنا 24 ساعه في الدار، وطبعا الواحد يحكي بيعتقلوه بتهجموا عليه يعني كانه الدار لهم. يا عمي هذه الاعتداءات يوميا يوميا احنا باختصار بنعاني منها، بس فيش حدا سائل. يعني اسرائيل كل يوم تقتل، كل يوم تضرب، كل يوم بتقيم. اذا شيرين ابو عقله قتلوها امام العلا وامام الانظار كلها مباشر، وهي لابسه الخوذه ولابسه الزي الصحافي، وهي معها جنسيه الامريكيه ولا اعترفوا باي شيء، وهي مباشره بقت تبث لقناه الجزيره، ولا احترموا ولا احترموا انها صحفيه، ولا احترموا انها انسانه، ولا احترموا حتى الانسان، ولا بيحترموا البشر، ولا بيحترموا انه هذا طفل، ولا بيحترموا انه هذا شيخ، ولا بيحترموا هذا امراه. هذه اسرائيل. هذا في القانون الدولي ممنوع اعتقال الاطفال، بس في القانون الدولي مسموع اعتقال الاطفال الفلسطينيين بنظرهم، لانه اسرائيل مخبطه على القانون الدولي ومخبطه على الدول نفسها ومخبطه على بعض زعماء الدول نفسهم. انو قانون دولي تحكي؟ ما القانون الدولي حاطينه منظر اسم، احنا بنضل نغنى في القانون الدولي اسرائيل فقط بدها القوة، غير القوة لا يردحها شيء. قانون دولي محد من خلقنا اليوم، صار عمرنا 100,000 سنة وإحنا بنسمع فيه. شو عمل؟ ما هي ابني بين أربع حيطان طفل مضروب وراسه مكسر ودي مكسرات ورجليه مكسرات، وين قانون دولي؟ وين مؤسساتنا الحقوقية في فلسطين اللي بتقبض دولارات ومصاري؟ وين حتى مؤسساتنا إحنا اللي بنحكي عنها نادي الأسير وتأهيل أسرى وغيرها وغيراتها؟ وين هي؟ فيش حدا سائل عنها.